خلال الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر احتاج ان قواته تعبر النهر، فدعا كبير المهندسين وسألوا شو الوقت المطلوب لبناء جسر لنعبر للجانب الآخر. قال المهندس 3 أيام. قال الجنرال اوكي رسوم الخرائط. هذه هي الكلمة المهمة، رسوم الخرائط. بعد 3 أيام ابتدى ماكارثر يعصب كتير ويغضب لأنه ما شاف الخرائط، فاتصل بكبير المهندسين وقال له شو صار بالخرائط؟ جاوبه المهندس جنرال الجسر جاهز وفيك تعبره هلأ إذا بدك، بس إذا بدك الخرائط لازم تنطر وقت أطول. بعد ما خلصناهم مش رح أطلب منك ترفع إيدك إذا كنت مثل دوغلاس ماكارثر بالنسبة للحياة المسيحية. نحن كمؤمنين ميالين للانشغال كتير بخططنا ومنركز كتير على خططنا وميالين للانهماك كتير بخططنا، لكن الله عم بيشتغل ببناء الجسور لأجل عمل ملكوته. الله عم بيشتغل بفتح الأبواب لتقدم عمل ملكوته. الله عم بيشتغل بالبحث عن رجال ونساء يطيعوا مشيئته ويطيعوا مأموريته. نحن منخطط ومنخطط ومنخطط لكن الله عم يشتغل. وبآخر 5 آيات من يعقوب الإصحاح الرابع قدم لنا الدليل رقم 9 على الإيمان ليلي بيأمنوا بالرب يسوع المسيح. هالآيات هي أساسا استمرار لنفس موضوع الخضوع، ونحن شفنا بوقتها، واسمحوا لي اذكركم مره ثانيه، انه الخضوع كلمه مزعجه، لكن اذا بدنا قوه لنغلب القوى الثلاثه العظمى العالم والجسد وابليس، خيارنا الوحيد هو الخضوع لله. قال اخضعوا لله قاموا ابليس فبيهرب منكم. هالامرين بيمشوا سوا. انا عشت بما فيه الكفايه وخدمت بكتير اماكن لاعرف انه في بعض المسيحيين يلي عندهم نظرة خاطئة لمشيئة الله لحياتهم. هن فعلا هيك. التقيت بعض الاشخاص يلي حرفيا بخافوا من مشيئة الله لحياتهم. التقيت البعض الاخر يلي بيقولوا انهم بيريدوا يعملوا مشيئة الله لحياتهم وبيريدوا يعرفوا شو هي هالمشيئة، لكن فقط إذا كانت ما بتتعارض مع مشيئتهم هن. وفي بعض الأشخاص يلي بينظروا لمشيئة الله كنوع من الدواء المر، تعرفوا مثل زيت الخروع. لكن خلونا لكم أمر، هيدي وحدة من أكبر أكاذيب الشيطان. هيدي وحدة من أكبر أكاذيب إبليس. هو بدو يانا نشك بالرب، بدو يانا نشكك بخطة الله لحياتنا. الشيطان بده يانا نفكر انه الله ما بده الافضل من اجلنا، مع انه بالحقيقة ثقتنا بخطة الله لحياتنا هي احد البراهين على الايمان الحقيقي. سنة 1966 مش فقط انا وقعت تحت كذبة ابليس وبلشت خاف من مشيئة الله لحياتي وشك بمشيئة الله لحياتي، ولكن رفضت مشيئة الله لحياتي. ليه؟ لأنه هالخطة ما بتتطابق مع خطتي لحياتي، لهيك رفضتها. لكن هلأ لما بتطلع لورا بشعر بامتنان كبير للرب لأنه خلصني من حماقتي وما سمح لي بتنفيذ خطتي. من هداك الوقت وعلى مر السنين
عبرت بكثير من الوديان، كثير من الوديان المظلمة، عبرت بصعوبات مذهلة، عبرت بتجارب مؤلمة، عبرت بمواقف وظروف وأوقات محيرة أحياناً، ولكن بسبب ثقتي المتزايدة بخطة الله لحياتي وبأن للخير ومش للشر، وبسبب ثقتي المتزايدة بعظمة مشيئة الله الكاملة لحياتي، وبسبب خبرتي المتزايدة برؤية خطته المحبة والمهتمة والحلوة لحياتي، صرت قادر اشهد عنا وخبر الاخرين عنا. بتذكر من فترة كنت عم بحكي مع سيدة كانت كتير مرتعبة من مشيئة الله لحياتها، انه رح يطلب منها تعمل شيء هي ما بدها تعمله. كنت اعرف انها بتحب الحيوانات، ولهيك قلت لها فكري بهالشي، انت داخل بيت دافئ وبالخارج جو عاصف وجليدة وممطر وبارد، وبعدين بتشوفي قطة على حافة شباكك، شو بتعملي؟ أخذت ثواني لتستوعب هالكلام، وبعدين بلشت تبكي وقالت ما بقى تقول شي، ما بقى تقول شي. لأول مرة بحياتها قدرت تشوف حياتها من منظار الله. الله ما بريدنا نكون بؤساء، على العكس تماما، الله ما بريد يدمر حياتنا، الله بريد الأفضل لإلنا. مشيئة الله وخطة الله لحياتنا هن بينبعوا من قلبه المحب، هيدا هو مصدره. مشيئة الله هي تعبير عن محبته إلنا، ولما نحن ما منخضع بفرح لمشيئة الله منخسر بركات ما بتنعد وما بتحصى، هو محضر لنا إياها، لكن هالبركات ما بتجي إلا كنتيجة للطاعة وللخضوع بفرح. بالحياة المادية ما في شيء مثير للشفقة أكتر من رجل ناضج أو امرأة ناضجة، هن عالي على غيرهم، صح؟ هيدا جزء من الحياة. مين هو أكتر مخلوق عاجز على وجه الكون؟ المولود جديد، صح؟ هو الأكتر اعتماداً على الآخرين والأكتر عجزاً. بعدين هالمولود بينمو وبيقوم بأول خطواته، وبعدين بصير يمشي وبيفتكر إنه بيقدر يغزي العالم. وبعدين هالصغير بصير طفل وبيتعلم يأكل لحاله، وبعدين الطفل بصير مراهق وبهالمرحلة بفكر حاله انه صار يعرف كل شيء، وبعدين بصير شاب بالغ، ومع كل مرحلة من مراحل هالنمو بصير مستقل بشكل متزايد. ونحن هيك بدنا، ما بدنا اياه بأي شكل تاني. لكن لما يتعلق الأمر بالحياة الروحية بتروح الأمور باتجاهات معاكسة، بتصير بالعكس. لما نحن نكون مؤمنين جدد مولودين بالمسيح منميل ومنرغب نعبر عن استقلاليتنا، منريد الأشياء تكون على طريقتنا، منريد نعمل الأشياء بأنفسنا. لكن لما نصير أنضج شوي بإيماننا المسيحي نبتدي نوثق بخطة الله، نوثق بمشيئة الله، ولما نبتدي ننضج نتعلم فرح الخضوع. وبالحقيقة المسيحيين الأكثر نضوجاً هن الأكثر اتكالاً على الله. المسيحيين يلي فعلاً ناضجين هن المسيحيين يلي بيقولوا للرب لتكن مشيئتك لا مشيئتي، وبيعنوها وبيكونوا فرحانين فيها. مراراً وتكراراً بالكتاب المقدس منشوف يلي خضعوا بفرح لمشيئة الله ونالوا الانتصار. بأخبار الأيام الثانية 14-11 منشوف الملك آسا بورطة كبيرة، كانت يهوذا بورطة، وهو إجا وعبر عن اتكاله المطلق على الله، إجا وعبر عن حاجته الماسة لله، والله أعطاه الانتصار. المزمور 20-7 بيقول هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم مين؟ الرب إلهنا نذكر. بمزمور 30-2 يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني.
شو عم بيقلنا يعقوب هون؟ اسمعوا منيح هيدا يلي عم بيقوله. توقف عن الإفراط بالتخطيط لحياتك، اطلب خطة الله لحياتك، خضع لمشيئة الله بحياتك، اكتشف قصد الله إلك فيها واعمله فورا. الآية 13: هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد. شو عم بيقول يعقوب؟ هل عم بيقول إنه مش لازم يكون عندنا أي خطط بالحياة؟ هل عم بيقول إنه مش لازم أبدا نوضع أهداف لحياتنا؟ هل عم بيقول إنه المسيحيين مفروض ينساقوا على طريق الحياة ويمشوا كيف ما كان؟ لا، على العكس تماما. ما عم بيقول أي شيء من هالقبيل. اسمعوا منيح، لأنه هو بنفسه يعطينا الجواب. عم بيقول ما تعملوا خططكم استنادا على رغباتكم الأنانية وطموحاتكم الأنانية، وبعدين تروحوا تقولوا للرب: يا رب بارك خطتي. لكن لازم تاخدوا وقت لتصلوا وتطلبوا وجه الرب ليعطيكم خطته لحتى انتوا تطيعوها. التوتر والألم بيجوا لما ما منعود نعطيه السيطرة الكاملة. اسمعوني يا أحبة، حتى بالإشياء يلي ما منفهمها، حتى بالإشياء يلي ما إلها معنى بالنسبة لإلنا. يمكن هلأ البعض منكن عم بيقولوا: مايكل هالشي منيح، هالشي كتير منيح، لكن كيف بقدر فعلا ميز فكر الله؟ كيف بقدر ميز مشيئة الله؟ كيف بكتشف خطة الله لحياتي حتى طيع وأخضع لإلها كل يوم؟ جيتوا عند الشخص المناسب، لأن فشلت عدة مرات. وهون بتكمن أول مشكلة، لما الناس يقولوا ما بقدر ميز فكر الله، ما بقدر ميز مشيئة الله بهالأمر، ما بعرف شو هي مشيئة الله بهالوضع. واحدة من أكبر المشاكل هي إنهم بينما عم بيحاولوا يصغوا لله عم بيصغوا كمان لأصوات ضجة. دايما بقول إنه مشكلتي مش التمييز بين أصوات الله وصوت الشيطان. مع نعمة الله والتمييز بقدر ميز الشيطان حتى لما يحاول يخدعني. مشكلتي إني حاول ميز بين صوت الله وصوتي أنا لما بيكون بدي استجيب لصلاتي بنفسي، ولهيك بيخد وقت. كلنا منعرف إن عايشين بثقافة صاخبة، فعلا هيك. قصة تعدد المهام عم بتشتت كل انتباهنا وما عدنا نركز أبدا. شايفين معظم المسيحيين لما بيقولوا مش عم بسمع الله، مش قادر اسمع الله، مش قادر ميز مشيئة الله، هن بالأساس ما بيقدروا يميزوا مشيئة الله لأنهم مثل شخص داخل قاعة فيها كتير ناس وكلهم عم بيحكوا، وفوق هالشي عندكن ستيريو وتلفزيون عم بيضجوا بأعلى صوتهم، بأعلى صوت ممكن، وهو على التليفون عم بيقول: ألو يا رب، مش عم بسمعك، شو عم بتقول؟ علي صوتك، مش عم بسمعك يا رب، شو يلي عم تحاول تقلي إياه؟ فبيقول: شو النفع؟ ما عم بسمع صوت الله، وبعيش حياته المسيحية عم يترنح من أزمة لأزمة لأزمة. ما بيقدر يميز مشيئة الله. بالواقع كنت عم فكر بهالشي وفكرت بقصة بترجع لأيام شيفرة المورس. كم واحد منكم بيعرف عن شيفرة المورس؟ أنا درست شيفرة المورس كجزء من أول سنة إلي بالجامعة، كنت مضطر أعمل هالشي. بالحقيقة أنا كنت شاطر فيها وما عدت أتذكرها هلأ. هي مجموعة من النقط والشحطات، بيب 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 بيب. كان في وظيفة شاغرة، وظيفة وحدة لعامل بمجال اللاسلكي. قاعة الاستقبال بهيديك الشركة كانت مليانة بالمرشحين، كلهم مقدمين على الوظيفة، مرشحين كتار، وكانوا كلهم عم بيحكوا ويسرسروا. بتعرفوا حكي كتير، حكي كتير عم بيصير، ما عدا شخص واحد فات وجلس هونيك بهدوء لوحده. كل الباقيين كانوا عم بيحكوا ويعملوا كتير ضجيج وهو قاعد وحده.
وفجأة قام بسرعة وفات على غرفة المقابلة، وبعد دقايق ظهر وأعلن هالشي: فيكن كلكن ترجعوا على بيوتكن، أنا حصلت على الوظيفة. كانوا غضبانين، ما كانوا مصدقين. قالوا له: كيف؟ نحن كنا هون قبلك، كيف أنت حصلت عليها؟ وهذا يلي قالوا: لو ما كنتوا مشغولين بالحكي يمكن كنتوا سمعتوا الرسالة على مكبر الصوت بشيفرة المورس يلي بتقول: أنا بحاجة لرجال يكون دايما متيقظ، وأول رجال بيسمع هالرسالة وبيجي على مكتبي رح يحصل على الوظيفة. وهذا يلي عم بيقوله الرب. السبب الرئيسي لعدم سماعنا صوت الله هو إن عم نسمع كل أنواع الأصوات لكن مش صوت الله. ولما نكون مشغولين بسماع كل هالأصوات المختلفة، نحن مشغولين بسماع صوتنا ومنقول: مش قادر ميز فكر الله، مش قادر ميز مشيئة الله. إذا كنت مش عم تسمع صوت الله فلأنك مش منسجم مع مشيئته، وإذا كنت مش منسجم مع مشيئته بتكون مش منسجم مع خطته لحياتك، وإذا ما كنت منسجم مع هدف الله وخطته لحياتك بتكون عم تخسر أفضل ما عند الله لإلك. في أوقات ما بيقدر الله يسود فيها. أنا بعرف البعض منكم رح ينصابوا بالسكتة، لكن استرخوا شوي. شو بتقصد بالله ما بيقدر يسود؟ نعم، لما بتكون عم تتمرد عليه، لما ما بتصغي مع رغبة بالطاعة بينما الله عم بيتكلم ما بيقدر يسود. فإذا شو بيعمل؟ بيفرض سلطانه. وأنا كتير ممتن لله لأجل هالشي، لأنه فرض سلطانه بحياتي بكتير مرات. يونان كان مثل عظيم على هالشي. الله اضطر يفرض سلطانه بحياته. رح ارجع لهالشي بعد شوي، رح ارجع ليونان. لكن بيوحنا الإصحاح 7 في شي، في جزئية مهمة كانوا القادة الدينيين فيها عم بيسعوا للإيقاع بالرب يسوع. هو قال لهم، قال: إذا كنتوا مستعدين تعملوا مشيئة الله، الله رح يكشف المزيد من مشيئته لإلكن. الله مش رح يكشف مشيئته للأشخاص المغرورين، الله مش رح يكشف عن مشيئته للأشخاص يلي عم بيحاولوا يسيروا إعجاب الآخرين بمعرفتهم الكتابية. الله بيكشف عن مشيئته للأشخاص يلي بيعرف إنهم بيريدوا وعندهم استعداد ورغبة لإطاعة صوته بغض النظر عن التكلفة. بأفسس 5:17 قال بولس إنه الله بريدنا نفهم شو هي مشيئة الرب. أنا بترجاكن هلأ ما تسيئوا فهم الشي اللي رح لكم إياه. أنا مش دايما بعرف ليه الله بيعمل يلي بيعمله. مش دايما بعرف ليه الله بيسمح بيلي بيسمح فيه. مش دايما بعرف ليه الله بيأمر بيلي بيأمر فيه. مش دايما، ما بعرف. أنا مثل طفل روحي عمره 5 سنين لما يقول اعمل هالشي وأنا بقول ليه، بقول لأني أنا قلت هيك. لما أكبر زيادة شوي بعرف ليه. بعرف ليه بي السماوي ما كان بده يلعب بأعواد الكبريت، لأنه أعواد الكبريت ممكن تحرقني، وهو بحبني بما في الكفاية اللي ما تلعب بهالأعواد الكبريت، لأنه أنا قلت هيك. لما أنضج بالمسيح وأوصى بالمسيح وطيعه، بشوف ليه عمل شي معين أو ما عمل شيء معين. تعلم تمييز وإطاعة مشيئة الله هو مثل العزف على آلة موسيقية، بيصير أفضل مع الممارسة، بيصير أفضل مع التمرين. فهمتوا هالشي؟ أنا قلت قبل شوي إنه أحيانا لما الله ما بيقدر يسود بسبب عنادنا بيفرض سلطانه من محبته لإلنا، بيفرض سلطانه. يونان بيشبه فعلا كتير من المسيحيين اليوم، أكتر بكتير مما ممكن تعترفوا بهالشي. هن انجبروا يطيعوا الله. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ هن انجبروا يطيعوا الله. يونان انجبر يطيع الله. هو ما أطاع الله بطيبة خاطر وبفرح، لكن أطاع الله غصب عنه وعلى مضض. هو ما راح على نينوى
من كل قلبه. هو ما كرز حبا بالله وبالناس، لكن كان بده يخلص من اكل السوشي اللزج يلي كان عم بياكله كل الوقت. بعرف انه كتار من الناس بحبوا السوشي، الله يبارككم. وبعد كل هالشي، بعد كل هالشي اغتاظ من رحمة الله يلي أظهرها لأهل نينوى، وخسر فرصة البركة يلي ما بتجي إلا من الطاعة لمشيئة الله بفرح. انتو ماشيين عم تعملوا عمل الله، لكن انتو بالحقيقة عم تخسروا البركة يلي الله محضرها لإلكن. انتو بتقولوا ليه لازم طيع مشيئة الله بفرح؟ يعقوب بيعطينا الجواب. انا ما عندي الاجوبة، كلمة الله عندي اياها. قال لانه الحياة ما الى امان من الحماقة، الاصرار على خطتنا لبكرة، لانه بكرة ممكن ما يجي ابدا لعندكن. بكرة ممكن يكون اليوم يلي رح تقدموا فيه حساب عن حياتكن يلي عشتوها على الارض. قال انه الحياة مثل البخار، تظهر شوي وبعدين تضمحل. فقط يلي نعمل بفرح من أجل الرب له أهمية بالأبدية. أنا بعرف إنه الشباب بيفتكروا إنهم لا يقهروا. معظم الشباب ما بيشوفوا هشاشة الحياة وأسرة. أصعب وأقسى جنازات عملتها بحياتي هي لما يموت شاب. هذه أصعب جنازة. بشوف الشباب مصدومين، عن جد مصدومين، بيكونوا كتير مصدومين، لأنه فجأة بيدركوا هالشي ممكن يصيبني أنا. لكن بمرور الوقت بيرجعوا لحالة اللا يقهروا، وبيحكوا كأنهم رح يعيشوا للأبد. ولهيك يعقوب برسالته بيختم بالقول: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. يمكن ما تكون بالنسبة لشخص تاني، لكن لإله هي خطية، لإله هي خطية. إذا استمريتوا بوضع خططكن الأنانية يلي بتتجاهل دعوة الله بحياتكن وهدف الله بحياتكن، بتكون عم تخطوا ضد الله. العهد الجديد بيوضح كتير منيح انه خطايا الاهمال تتعامل بنفس شدة الخطايا المقصودة. انه نعرف شو هو الصواب وما نعمله رح يدان بنفس شدة الخطية يلي ترتكب عمدا وقصدا. قال احد قبل سنين: مش تسلق الجبل يلي بينهك قوتك، إنما الحصاد الموجودة بحذائك هي يلي بتنهكك. كتار منا بيركزوا على تسلق الجبل وما بيولوا اهتمام لحبيبات الرمل بالحذاء. توقفوا وتأكدوا انه احذيتكن ما فيها بحص وحبيبات رمل بتخليكن تعانوا. انتو بتقولوا شو هي هالحصات؟ شو هيدي؟ شو هي هالحبيبات الرمل؟ سمعوني كتير منيح، بترجاكن: عدم الاكتراث بما هو صواب، عدم الاكتراث بالمعتقدات الكتابية، عدم الاكتراث بملكوت الله، عدم الاكتراث بيلي بيبغضوا الله، عدم الاكتراث بيلي بيريد الله انكم تعملوه، عدم الاكتراث بالحق يلي عم ينداس هلأ. هيدي هي الحصى الموجودة بأحذيتنا. هل عم تطلب مشيئة الله بحياتك؟ وحدك بتقدر تجاوب على السؤال. هل هالشي لأنك بتريد تطيعه؟ أو لأنه بدك تقارنه بمشيئتك؟ هل بتطيع مشيئة الله غصب عنك وعلى مضض مثل يونان مضطر تطيع؟ جوابك الصحيح على هالسؤال ممكن يعني نزع الحصاد، نزع حبيبات الرمل
حتى أنت تستمر بتسلق الجبل وتفرح بالرحلة. تفرح بالرحلة، هل بتريد هالشي؟ شكراً لمشاهدتكم هالبرنامج. يهديهم في الطريق هي خدمة من ضمن الكينغدوم سات، أنا بقدم لكم إياها كل يوم بالإنجليزي والعربي والفرنسي، على رجاء إنه الرب رح يستخدم هالخدمة لأجلكم ولأجل حاجاتكم. وأنا بصلي إنه يكون الرب قاد العديد منكم لمستوى أعلى وأعمق بسلوككم معه كنتيجة لخدمة الملكوت سات.